مركز نور البصيرة لتعليم ذوات الهمم العالية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بسوهاج، احتفاليات كبرى بذوات الهمم احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بمقر الكلية بمدينة سوهاج بحضور الأستاذ الدكتور علي عبد الموجود عميد الكلية، والدكتورة فاطمة المهدي وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة فاطمة لطفي مسؤول مركز نور البصيرة بالكلية، وممثلين لمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، ومدرسة النور للمطفوفين، ومدرسة الأمل للصم والبكم، وعدد كبير من طالبات الفرق المختلفة بالكلية. النهاردة بنحتفل مركز نور البصيرة لتعليم ذوات الهمم العالية بجامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، بتعاون مع الكلية. طبعا بنحتفل النهاردة باليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمي لذوات الهمم كلهم أو لذوي الهمم بكل أنواع الإعاقة. بنرحب بهم النهاردة ضيوف في كليتنا وبنحتفل بهم وبنسعد بالفقرات اللي بيقدموها بالتعاون مع جامعة سوهاج برضو مركز نور البصيرة اللي يعتبر مركزنا امتداد لي. مركز نور البصيرة ده في جامعة سوهاج والقائمين عليه قاموا بالتواجد معنا، كذلك مركز رؤية لتعليم ذوي الإعاقة البصرية اللي تابع لجمعية مصر الخير والعديد من الضيوف. لو كلمتين عن مركز نور البصيرة الموجود في كلية الدراسات والامتنانات الموجودة فيه وطلاب المستحقين. مركز نور البصيرة بنقدم بفضل الله للطالبات يعني على قد ما نقدر أنواع من الدعم المعنوي والتعليمي. بنعلم البنات الكمبيوتر طبعا عشان يوائموا مقتضيات العصر والتكنولوجيا الحديثة، بنعلمهم الكمبيوتر عن طريق البرامج الناطقة للمكفوفين عن الأجهزة على الأجهزة. في برضو عندنا مكتبة صوتية كبيرة للطلاب سيديهات وبياخدوها بيها، بنعلمهم ازاي يمتحنوا على الأجهزة دون الحاجة لمرافق. بنقدمت لهم الجامعة لبات طب ناطقة برضو عشان يذاكروا عليها، وعطيتهم برضو دعم من مصروفات الكتاب الإلكتروني ودعم من المصاريف وهكذا. يعني كل ما بنقدر نقدم لهم من وجوه الخير بنقدم لهم. يعني هذه الاحتفالية تشكل أهمية كبيرة جدا لدى ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص. النهاردة احنا كنا من حوالي 3-4 سنوات بنحتفي بالعام يعني عام ذوي الإعاقة اللي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو للاهتمام بهذه الفئة اللي الحقيقة تم إهمالها لفترات طويلة. النهاردة دلوقتي المعاق حاسس إنه بياخد حقه في المجتمع وبقاله كمان صوت مسموع وبقى عنده القدرة على انه يكون مبدع كمان، ومش كده وبس، كمان المراكز الخاصة هي اللي هي في الجامعة او كلية الدراسات اللي هي نور البصيرة دلوقتي بيتعلم برامج الكترونية، برامج رائعة جدا لاستخدام الحاسب الآلي او الكمبيوتر او السوشيال ميديا او غيرها، فده شكل اهتمام رائع جدا عند ذوي الإعاقة، وده خلى لذوي الإعاقة شأن آخر سواء في التطور التكنولوجي أو في الحديث أو الاهتمام بالرأي العام وخلافه. ده كمان ساعدهم في التطوير او تطور العلم عندهم، هم قدروا دلوقتي النهارده قدروا يطلع على اي كتاب من اي مكان، في نفس الوقت كمان عنده القدره على العطاء. يعني دلوقتي احنا بنشارك فيه كمان في العطاء في محاضرات داخل الجامعات وداخل المدارس، وبكده قدرنا يبقى لينا دور ايجابي في المجتمع. الاحتفالية تهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، كما تهدف إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء وتوعية المبصرين على التعامل معهم بالشكل الصحيح، وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام. الاحتفالية تأتي لتسليط الضوء على فئة المكفوفين وزيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة ورفع الوعي بأهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع والتأكيد على حقهم في المشاركة وفتح المجال لهم لإثبات قدراتهم في المجتمع.
أنا بشكر كلية الدراسات طبعاً لما استضافونا في اليوم اللح العالمي للاحتفال بالعصا البيضاء. دي مشاركة جميلة منهم، أو هي بصراحة يعني حاجة جميلة جداً إن هم دعونا في الاحتفالية دي. دي كانت مشاركة اجتماعية ما بين الطلبة العاديين والطلبة اللي هم ذوي الهمم، سواء كانوا من مدرسة المكفوفين أو مدرسة الأمل للصم. فأنا من مكاني بوجه الشكر لطلبة كلية الدراسات والدكتورة فاطمة وجميع من شاركونا ووجهونا الدعوة دي بالاحتفال باليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء. أهمية ده من وجهة نظر حضرتك للطلبة ذوي الهمم عموما؟ هو ده بيعتبر دمج ما بين العاديين وما بين ان هم ذوي الهمم، وده لازم يحصل فيه دمج ما بينهم في الواقع وفي الحياة العادية وما بين المجتمع الوطني والمجتمع الطلبة ما بين العاديين وما بين ان هم ذوي الهمم، لازم يحصل ما بينهم دمج حتى يحصل تعارف. نعم، مردود الدمج ده من وجهة نظر لا في مردود كبير على فكره لنفسيه الطلاب الصم بالذات، ان هم لا بيعتبروا نفسهم زيهم زي الطلاب العاديين بالظبط، ويحصل بينهم تفاهم وتواصل، لان ساعات بيحسوا ان ما فيش تواصل ما بينهم وبين الطلاب العاديين، لكن لما بيحصل دمج زي كده في الاحتفالات ومشاركه لا بيحس ان في تواصل ومتواصلين معاهم ومتفاهمين معاهم جدا. طبعا مع حضراتكم اعزائي المشاهدين الاحتفاليه التي نظمتها كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه للبنات بمحافظه سوهاج باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بالتعاون مع جامعة سوهاج ومختلف المؤسسات داخل المحافظة. كنا معكم من داخل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة سوهاج للبنات هند فوزي، وهذه تحياتي عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة.